لان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الاوفياء لقناه شوف تي في، الساعه الصباح ديالكم متتبعين الاوفياء في هذا اليوم الجميل والرائع من مدينه العرائش. لان متتبعين الاوفياء الساعه الصباح ديالكم في هذا النهار الجميل والمسلم من مدينه العرائش. لان تحياتي للمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين على ما يرام في هذا البث المباشر والحصري من مدينه العرائش. لان مرحبا بالمتابعين الاوفياء لقناه شوف تي في في هذا البث الحي والمباشر من مدينه العرائش في الجوله الصباحيه. متابعين الاوفياء عاملين مزيانا، لاباس عليكم، كلشي على ما يرام. اكيد كنتمناو ان المتابعين ديال القناه شوف تي في انهم يكونوا على ما يرام ويكونوا اكيد مزيانا. اذا المتابعين الاوفياء، شحال من مغربي فرحان باقتراب موعد التلقيح ان شاء الله. التلقيح ما بقالوش بزاف، ما بقالو والو، ويعم على المواطنين والمغاربه كاملين ورجال الحياه ديالنا الطبيعيه. اكيد اذا شحال من واحد مستعد، اكيد اننا كامل بينا مستعدين باش نعملو التلقيح ان شاء الله. لما لا رجوع الحياة ديالنا الطبيعية متابعينا الأوفياء. نوال مرحبا اختي نوال، مرحبا بالمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في. صباح النور والسرور للجميع، مرحبا. وعدنا في القيامة، مرحبا روميو. أكيد تحياتي للمتابعين والمتابعات الأوفياء لقناة شوف تي في في هذا البث المباشر في هذا البث الجولة الصباحية من مدينة العرائش. ليلى تحياتي، صباح الورد والياسمين أكيد جميع المتابعين الأوفياء لقناة الشاب محمد بلوطي تحياتي وصباح الخير خاي. أكيد تحياتي للمتابعين الأوفياء لقناة شوف تي في. أكيد أننا كاملين بينا كنطلب الله أنه يرفع علينا هذا الوباء أقرب عاجلا وليس آجلا. نطلب الله سبحانه وتعالى أنه يرفع علينا هذا الوباء هذا أقرب الأوقات. لأن كما قلنا متبين الأوفياء، كنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا هذا الوباء أقرب الأوقات. متبين الأوفياء نتمناو أننا نرجع للحياة ديالنا الطبيعية. سميرة مرحبا بك، وعليكم السلام. لما لا نرجع للحياة ديالنا الطبيعية إن شاء الله في أقرب الأوقات. واش المغاربة مستعدين باش يعملوا التلقيح من أجل العودة للحياة الطبيعية وكذلك القضاء على فيروس كورونا؟ أكيد أننا مستعدين وكنسينا بكل فرح ديك اللحظة من أجل القضاء على فيروس كورونا وأننا نرجع للحياة ديالنا الطبيعية. إذن متابعين الأوفياء كيعمل الأجواء في المدن اللي كتنتميو ليها، واش الجو جميل وهادئ بحال المدينة ديال العرايش حاليا او لا الجو مغيم او لا الشتا كطيح ولا الريح عندكم؟ صباح الخير اختي ملك، وتحية اخت ليلى، وتحية اكيد للمتابعين الاوفياء لقناة شوف تي في. اذا انا كما قلت المتابعين الاوفياء
كامل الأجواء في المدن اللي كتنتميو ليها. واش الجو، واش الجو جميل بحال المدينة ديال العرايش حاليا، أو الجو عندكم فيه الضبابة أو كاين الضبابة عفوا، أو الشتا طيح، أو الجو مصحب. ليلى آمين يا رب العالمين، الله يبعد علينا هذا الوباء في أقرب الأوقات إن شاء الله. الإمام عبد العزيز للأسف الناس ما فرحانينش أو مازال متخوفين من اللقاح، إن شاء الله ما يكون غير الخير أخي عبد العزيز. إن شاء الله اللقاح راه أكدوا مجموعة العلماء أنه في المستوى. مرحبا خي مصطفى، ومرحبا بالناس ديال المدينة المنورة. أنا كما قلت متبعين الأوفياء، التلقيح ما بقالوش بزاف أكيد، إن شاء الله كامل بينا كنصينوه بكل فرح أننا قادرين أن نعملوا التلقيح ومستعدين كذلك. كنسير التلقيح أقرب الأوقات أكيد متبعين الأوفياء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين، الله يرفع علينا هذا الوباء عاجلا وليس آجلا. متبعين الأوفياء لأن كما قلنا الله يرفع علينا هذا الوباء عاجلا وليس آجلا، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا، نرجعوا للحياة ديالنا الطبيعية. لأن كنتمنى الله سبحانه وتعالى أن يرفع علينا هذا الوباء هذا في هذا اليوم الجميل. كنتمنى ان المتتبعين الاوفياء يكونوا مزيانا وعلى ما يرام، واكيد اننا مستعدين كاملين من اجل التلقيح في اقرب الاوقات. ما كرهناش نرجعوا للحياه ديالنا لمال الطبيعيه. سمور. اذا انا كما قلت متتبعين الاوفياء لقناه شوف تيفي، كنوجه تحيه للمتتبعين الاوفياء سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. اذا شكرا للمتابعين الاوفياء لقناة شوف تيفي في هذا البث المباشر والحصري من مدينة العرائش. اذا شكرا للمتابعين الاوفياء، كنتمنى انكم تكونوا على ما يرام في هذا البث المباشر. نتلاقاو بث اخر ان شاء الله.